انفجر صاروخ صنعته شركة يابانية خاصة مباشرة بعد إطلاقه، وكانت الشركة الناشئة سبيس وان التي تتخذ من طوكيو مقراً لها تهدف إلى أن تصبح أول شركة يابانية خاصة تضع بنجاح قمراً صناعياً في مدار الأرض. وأطلق صاروخ كايروس الذي يعمل بالوقود الصلب ويصل طوله إلى 18 متراً من منصة الإطلاق الخاصة بالشركة الناشئة في مقاطعة توكاياما في غرب اليابان، حاملاً قمراً صناعياً صغير الحجم. لكن بعد ثوان من عملية الإطلاق انفجر الصاروخ على نحو مفاجئ، يتصاعد الدخان الأسود ويغطي منطقة منصة الإطلاق. تسببت العواصف الشديدة التي شهدتها الأرجنتين الأسبوع الماضي في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وغرق بعض المناطق فيها، كما اجتاحت مياه الأمطار الغزيرة شوارع المدينة، مما أدى إلى إعاقة حركة السيارات وإغلاق المتاجر في العديد من الأحياء، فضلا عن إلغاء الرحلات الجوية أو تأخير بعضها بسبب سوء حالة الطقس. وخلال الساعات 24 الماضية شهدت المناطق الزراعية الرئيسية في الأرجنتين هطول ما بين 15 و75 ملم من الأمطار وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية التي تتوقع المزيد خلال الأيام القليلة المقبلة. في تيارا بومبا، وهي جزيرة صغيرة في خليج كارتاجنا أو كارتاخينا الكولومبية، أدت الفيضانات المتكررة خلال السنوات القليلة الماضية إلى تدمير المنازل التي بنيت في وقت سابق على مسافة آمنة من الشاطئ بفعل ارتفاع مستوى الأمواج. وبحسب الخبراء فإن كارتاخينا، وهي مدينة سياحية في شمال البلاد، قد تجد نفسها تحت الماء بعد ارتفاع مستوى البحر بمقدار متر تقريبا بحلول نهاية هذا القرن. ويشير الخبراء إلى أن الغرق المتسارع للمدينة يعود إلى الاحتباس الحراري العالمي الذي يؤدي إلى ذوبان القمم الجليدية القطبية، بالإضافة إلى تآكل الأرض وغرقها بفعل العوامل التكتونية ووجود البراكين البحرية.